طيب خلينا نروح بقى لاخبار النادي الاهلي، طبيب النادي الاهلي بيضع برنامجا غذائيا للاعبين استعدادا لشهر رمضان. لسه كنت بتكلم في هذا الامر مع حضراتكم، دكتور ايهاب مستشار التغذيه لفريق الكره بالنادي الاهلي كان عمل على تحديد برنامج غذائي خاص بالفريق خلال شهر رمضان الكريم. اهلي 2008 بيتعادل مع الزمالك 1-1 واحد واحد في بطوله الجمهوريه. ومعروف وعاشور وابو رجال وطه والغندور الشناوي في معسكر حكام النخبه بالكاف. الاسماعيلي يتاهل لربع نهائي الرابطه بعد الفوز على المحله ومصطفى عسل يحافظ على صداره التصنيف العالمي للسكواش ايضا آه الاتحاد يتاهل على حساب فاركو لدور الثمانيه في كاس الرابطه.